أهلا بكم كل أعزائنا المشاهدين، كل أعزائنا المتابعين، وكل أعزائنا مشتركين قناة سري للغاية فادي فكري. شرفتونا ونورتونا من كل مكان في العالم، من كل مكان في الوطن العربي، من كل مكان في قارة أفريقيا ودول الخليج. أهلا بكم، شرفتونا ونورتونا، ونكمل مع بعض. هنكمل مع بعض سلسلة تحقق التوقعات، ومع أخطر توقع اتحقق بالحرف الواحد من توقعات السيدة ليلى عبد اللطيف. اتحقق بالحرف زي ما تقال كده بالضبط بالملي. طبعا تاني بعيد وزيد، فإن احنا قناة محايدة، مش معناها ان احنا بنؤمن بالتوقعات ونؤمن بعلم الغيب، لأن الغيب عند الله، الله هو عالم الغيب وعالم كل شيء. ولكن يا جماعة تاني بقول وأرجوكم، بقول إن ساعات يبقى اللي بيتوقع ده عنده علم الأرقام، علم الحروف، علم الفلك، والموضوع ده علم، مع إنه عنده حنكة وخبرة وحكمة في تحليل الأخبار السياسية، في تحليل الأخبار الاقتصادية، في تحليل العلاقات الدولية. فبتلاقي إنه حط العلم بتاعه مع تحليلات بخبرة وحنكة، مع الأوضاع السياسية عاملة إيه، مع الأوضاع الاقتصادية عاملة إيه، مع حتى التوقعات الطقسية بتاعة الأقمار الصناعية، بيحط ده مع ده مع ده، ودي خلطة معينة مع بعض الشفافية. في بشر ربنا يمنحهم هبة الشفافية، يحط ده مع ده مع ده مع ده، ويبدأ يحط توقعاته في أول السنة برؤية عملية علمية. وهذا حاشا لله إن احنا نتدخل في ما يخص الله من علم الغيب، ولكن بيصدف التوقع إنه يحدث ببعض الدراسات وبعض العلوم، فمش هنركل ده. ده معناه مش إيمان منا بهذا، ولكن بننقل لكم. احنا قلنا في الأول توقعات، وبعد كده بنقول لكم اللي حصل منها ولا ما حصلش. الجديد ان السنة دي كل اللي بيتقال تقريبا بيحدث. هل ده بقى زيادة علم؟ هل ده ايه؟ لكن معظم اللي اتقال وبيحدث بسرعة جدا. احنا لسه في أول شهر 2 من السنة، لكن بيحدث بسرعة جدا جدا. عشان ما طولش عليكم، الاول بفكركم اوعى تبخلوا علينا باللايك لو عايز تدعمنا وتدعم القناة، ولو عايز انت جديد ويوصلك كل شيء في كل ساعة وكل لحظة، اي حاجة بتحصل في العالم هنبقى معاك على مدار الساعة، ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس. ولازم نقول مقولتنا الشهيرة، كذب المنجمون ولو صدفوا، وكذب المنجمون ولو صدقوا. مع أرجوكم 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 زي ما احنا قلنا دايما أن الدعاء يغير الأقدار، فياريت نقول هذا الدعاء مع بعض، ياريت نقول هذا الدعاء مع بعض، أو نكتب حتى أمين ونصدق عليه. مليون بني آدم في فيديو تشاف هنا في القناة، مليون، المليون بني آدم لو قالوا هذا الدعاء لكانت الأقدار تغيرت، ويمكن واحد فينا صوته يوصل للسماء تاني. فأنا بأصر وهأصر إن أنا أقول الدعاء ده في كل الفيديوهات. اللهم اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء، وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، آمين. اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء، وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، آمين. يا جماعة الدعاء ده مهم جدا، لان قلنا احنا داخلين في سنة وجاي داخلين في ايام اكيد اثبتت ليكم ان ايام فيها وباء عمره ما حصل في الكون كله، او احنا ما عشناهوش في تاريخ حياتنا، وداخلين على كوارث طبيعية وداخلين على بلاء. فلازم نقول ياريت ياريت في التوقعات من قلبك كده تقول امين او تكتب الدعاء. اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء، وانظر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين.
نرجع بقى لموضوعنا تاني، ونرجع للي هنتكلم عليه، وهنكتب لكم دلوقتي ماذا قالت، او هنقول لكم ايه اللي قالته ليلى عبد اللطيف وتحقق بالحرف الواحد، ايه اللي اتقال وتحقق بالحرف الواحد. لو رجعتوا للفيديو اللي انا نزلته قبل كده عن توقعات ليلى عبد اللطيف عن السنة بالكامل، هتلاقوا فيه توقع كنت قايل فيه، بتقول انا نزلته في اول السنة، بتقول ارى حدوث عملية عدوانية كبيرة ينتج عنها مقتل قيادي كبير في التنظيمات الإسلامية المسلحة. قالت ايه؟ ارى حدوث عملية عدوانية كبيرة ينتج عنها مقتل قيادي كبير في التنظيمات الإسلامية المسلحة. طيب وده حصل؟ حصل بالحرف. يلا بينا نفتح المواقع ونجيب المصادر ونقرأ ايه اللي حصل من مقتل قيادي اسلامي او قيادي من احد التنظيمات الاسلامية المسلحة، وايه الانفجار الهائل والعملية النوعية اللي تمت. يلا بينا مع بعض نشوف ونرجع تاني نتكلم مع بعض. وهنا هنفتح في موقع العين الإخبارية، وبرضو هنجيب لكم من سكاي نيوز ومن العربية نيوز ومن كل المواقع مقتل زعيم داعش في عملية أمريكية بسوريا. طبعا مش زعيم داعش أبو بكر البغدادي اللي اتقتل قبل كده أيام ترامب، ولكن ده زعيم داعش الجديد. وكان الخبر ده تم يوم الخميس 3 فبراير 2022، الخميس 3 فبراير 2022. بيقول ايه الخبر؟ اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن الخميس مقتل قائد تنظيم داعش الارهابي ابو ابراهيم القرشي في عملية بسوريا. وقال بايدن في بيان: نفذت القوات الأمريكية أمس عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب من شمال غرب سوريا من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا، وزعيم داعش القتيل لم يكن معروفا على نطاق واسع قبل خلافة أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية أمريكية في أكتوبر 2019. ويحمل الإرهابي القتيل عدة أسماء مستعارة، لكن الأشهر هو أبو إبراهيم الهاشمي القرشي الذي يسعى لترسيخ سلطته من خلال إعادة بناء تنظيم فقد الأرض التي كان يحتلها. والقرشي ذو الأصول التركمانية، المولود على الأرجح سنة 76، خريج العلوم الإسلامية من جامعة الموصل العراقية، وانضم إلى فصول داعش وكذا وكذا، وقصة القرشي. طيب هنا بقى بيقول تصفية زعيم داعش كيف تبعها. خلي بالكم يا جماعة، الموضوع ده غريب جدا جدا. يعني أمريكا راحت عشان تقتله، بس للأسف مش هي اللي قتلته. يعني هنعرف القصة غريبة جدا جدا جدا. موضوع قتل زعيم داعش يوم الخميس ده كانت قصة غريبة. قال مسؤولون امريكيون ان التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش عندما اقتربت منه القوات كان قويا، بحيث ادى الى تطاير جثث خارج المبنى. اللي انا عايز اقوله لكم ان اللي حصل الاول، الانفجار ده كان انفجار هائل هائل. واللي حصل ان القصة بالظبط، زعيم داعش ده كان متجوز زوجتين في مبنى واحد. هو كان في الدور الثالث تقريبا، وزوجته الاولى باولادها كانت في الدور الاول. وكان في اتفاق مع بعض ان في حالة لو جم هيقبضوا عليهم يتم تفجير نفسهم. فالزوجة الاولى اللي في الدور الاول خرجت تبص او سمعت صوت او حاجة، المهم لفت نظرها وجود قوات امريكية بعيدة وقوات بتراقب وقوات بتتابع. والقوات الامريكية كانت خطتها كالتالي برضو، انها هتراقب وتشوف وتتأكد، وبعدين تعمل ابرار بقوات المارينز بطائرات حربية وينزلوا على سطح العمارة بعد ما يطلقوا بعض القنابل التحذيرية، علشان عايزين زعيم داعش يقبضوا عليه حي. الزوجة لما لقت وهي في الدور الارضي ان في حركات مريبة، وخدت بالها عن طريق بقى كاميرات حاطينها او حاجة ما اعرفش، المهم عرفت ان في حد بره، عملت ايه؟
جمعت ولادها وهي وجابت القنابل او الاحزمة الناسفة اللي عندهم وراحت مفجرة نفسها هي وولادها بالكامل. التفجير كان عالي جدا جدا وفعلا كان اكن حاجة بيقولك يعني الدنيا اتدغدغت بسببها. اللي كان فوقيها كان رئيس التنظيم او الزعيم بتاع داعش مع زوجته التانية ويمكن بعض المساعدين ليه او حاجة فوق، سمع كده فهم ان ده معناه ان في حد بيقتحم او في حد خلاص هيجي يقبض عليه. راح هو كمان حاطط حزام ناسف باللي معاه وراح مفجر تفجير غير عادي. يعني في الاخر برضو مش امريكا اللي قبضت عليه ولا امريكا هي اللي فجرت فيه ولا كده. وبيقول لك بالظبط ان وألقى المسؤولين الامريكيون الذي قدموا تفاصيل عن العملية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش ابو ابراهيم الهاشمي القرشي في قرية على الحدود بين سوريا وتركيا بالمسؤولية على التنظيم في سقوط كل الضحايا المدنيين في العملية، لكنهم رفضوا تقدير لعدد القتلى. وذكر مسؤولين ان العملية كانت قيد الاعداد منذ اول ديسمبر، ويشكل مقتل القرشي انتكاسة جديدة للتنظيم. وهنا بقى روايات، واشار احد المسؤولين ان العملية كانت معقدة لان القرشي كان لا يترك مقر اقامته في الطابق الثالث من البناية الا نادرا، وكان يعتمد على شبكة من افراد المراسلة كي يتواصل مع اخرين. والاستثناء الوحيد الذي كان معروفا لذلك هو ان القرشي كان يصعد احيانا لسطح المبنى للاستحمام. ووصف الرئيس جو بايدن في تصريحات ادلى بها من البيت الابيض تفجير القرشي الذي قتله وقتل افراد اسرته معه بانه فعل اخير من الجبن واليأس، يعيد للاذهان تفجير سلفه مؤسس تنظيم داعش ابو بكر البغدادي لنفسه خلال مداهمة امريكية في 2019 في سوريا. وقال مسؤول كبير في الادارة الامريكية في افادة للصحفيين على عملية الانفجار كان قويا في الطابق الثالث لدرجة انه قذف بجثث لخارج المنزل الى المنطقة المحيطة. وأضاف جميع الضحايا في الموقع سقطوا نتيجة أفعال إرهابي داعش داخل المنزل. طبعا ده المعلن وده المصرح به، والله أعلم هو مين قتل، بس كل اللي معلن في كل الجرائد وكل المواقع الإلكترونية إن التفجير كان انتحاري لما حسوا إن في قوات أمريكية خارج المنزل وفي طائرة كمان أمريكية سقطت خلال قتل زعيم داعش. دي جاي من رويترز ان ممكن الطائرة دي لما قربت هم كمان اطلقوا عليها صاروخ او حاجة، فالطائرة دي وقعت باللي فيها. وفي تكتم رهيب على عدد المصابين وعدد القتلى وعدد حتى القتلى الامريكان من الطائرة دي، او في قتل امريكان ولا لا، في تعتيم غريب، لكن احنا جبنا لكم الخبر. والمهم في الخبر ان احنا كنا برضو جايبينه ليه، علشان نقول ان اللي قالته ليلى عبد اللطيف بالحرف الواحد تم تحقيقه. وكمان هنشوف الخبر جاي في كل الجرائد ولا جاي بس في العين الإخبارية. هنبص بصة مع بعض دلوقتي ونشوف هل الخبر جاي في كل مكان ولا لا. خليكوا معايا. وطبعا هنا في جوجل لو انت دخلت على الأخبار وقلت مقتل زعيم داعش في عملية إرهابية او في عملية أمريكية سوري، هتلاقي هنا في الأرابيك CNN العربية من 3 ايام بايدن يعلن مقتل زعيم داعش في عملية عسكرية شمال سوريا. هنا في الأرابيك نيوز مقتل زعيم داعش، هنا في البيان مقتل زعيم داعش، هنا في البي بي سي ابو ابراهيم القرشي بايدن يعلن مقتل زعيم داعش او زعيم داعش، وهنا في الديتش فيلا الألمانية بايدن زعيم داعش اختار تفجير نفسه دون مراعاة للمدنيين.
وكل ده كان قبل 3 ايام اللي هو يوم الخميس الماضي اول امبارح. فكده الخبر 100% سليم وصح، واللي قالته برضو ليلى عبد اللطيف بالملي نفس اللي اتقال ده. ارى حدوث عملية عدوانية كبيرة ينتج عنها مقتل قيادي كبير في التنظيمات الإسلامية المسلحة. ده اللي احنا قلناه لكم قبل كده، وده اللي هي قالته، وهاتوا الفيديوهات اللي انا منزلها في اول السنة هتلاقوا بالحرف قايلة الجملة دي. فبكده يبقى في حدوث لبعض التوقعات، او نعتبرها صدفة، نعتبرها ايه، بس احنا في الاخر بننقل لكم الخبر. يلا بينا مع بعض نكمل. وهنا بعد ما شفنا الاخبار واللي احنا قريناه عن مقتل زعيم داعش وعن اللي حاصل ده كله، يعني هنقول في صدفة التوقعات حصلت، وده حقيقة مش هننكرها. تاني حاجة برضو يعني عايز افتكر يا جماعة، واحنا كمان كلنا نقول عن الطفل ريان الله يرحمه، احنا يعني دعينا ليه انه ربنا يخرجه من كبوته، لكن يعني حكمة ربنا وقرار الله هو طبعا فوق الجميع. وزي ما ربنا اعطاه لوالديه هو اخده، وهو صاحب هذه الروح. فننعي جميعا اخواتنا وكل اشقائنا في المغرب للطفل ريان، ونقول جميعا الله يرحمك يا ريان، والله يثلج قلوب اهلك. ويعني طبعا ده ملاك وصعد للسماء، فندعو له جميعا بالرحمة. تاني حاجة بشكركم على وقتكم، بفكركم انكم ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناة، وادعمونا وانتظروا منا حاجات جديدة جدا جدا وخطيرة اليومين دولت بنحضر لها وهتعجبكم جدا، ياريت تتابعونا. وقبل ما ننهي بفكركم بزي ما احنا متعودين ان احنا ندعو هذا الدعاء سويا مع بعض، لعل شخص واحد فينا بس كلامه يوصل للسماء، لان كفاية بقى اللي احنا بنشوفه. فهنقول مع بعض وننهي هذه الحلقة، وياريت تكتبوا امين، ياريت تكتبوا في التعليقات امين. اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء، وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين. كنتم مع فادي فكري من قناة سري للغاية فادي فكري، والسلام ختام.